كلمنا عن هذا الانتصار بعد غياب طويل من انتصارات الأهلي يحقق النصر ويصعد إلى المركز، يصعد إلى النقطة 24 في المركز التاسع. والله الفائدة الوحيدة اللي جانا الأهلي من المباراة هي 3 نقاط بس. نعم. لكن الحال لا زال على ما هو عليه. الأهلي جدا بيقدم مستويات سيئة مع المدرب هاسي. نعم. اللي لا زال مستمر. لازلنا لا يعني زال مستمر دي تحت خطين طبعا. ظروف المباراة سعرت الأهلي بطرد لاعبين من الفتح. لولا الطرد ما أعتقد أن الأهلي كان حيحصد النقاط الثلاثة، وربما يمكن كان الفتح يمكن كان يخطف نقاط المباراة. الظروف المباراة سعرت الأهلي بطرد لاعبين من الفتح. لا زال هاسي يصير على طريقة لعبه العقيمة، وبصراحة هناك في برود إداري كبير جدا من إدارة النادي الأهلي بعدم الاستجابة لصوت الجماهير. الجماهير اللي بتطالب من فترة طويلة بإقالة هاسي. أغلب الإعلاميين اللي بيتكلموا عن سوء هاسي، وجوده غير مناسب في الأهلي في الفترة دي، حتى بعض الإعلاميين غير الأهلاويين من خارج جاي. كل الناس اتفقت، اي متابع للدوري السعودي متابع انه الاهلي فيه اشكاليه في التدريب. نعم واضح جدا ان كابتن عاطف الموجوده في ممكن في حاجه في نقطه مهمه في حصلت في مباراه الفتح. يعني انت متقدم بهدف ولاعب امام فريق ناقص لاعبين. نعم. تطلع مهاجم وتدخل مدافع، يعني انت ما واثق، انت بالعكس انت لازم كان مفروض تدعم هجومك عشان تامن حتى هدفك. احنا لاحظنا صاحبي عمر السومه حتى الزعل الكبير اللي طلع به عمر السومه، يعني ما في منطق بيخليك انك تطلع مهاجم وتدخل مدافع في اللحظه. ما في منطق ابدا. الهدف طبعا جاء في الدقيقه تقريبا 85. نعم. لعبنا 5 دقائق، بعد 5 دقائق في زمن بدل ضايع يمكن زي 5 دقائق ثاني. نعم. في 10 دقائق دي الفتح كان افضل، وكان ممكن يحرز هدف تعادل. الفتح كان افضل، وصل مرمى حمد الربيعي اكثر من مره. نعم. اكثر من وصول الاهلي، اكثر من محاولات شفنا الاهلي كان بيحاول انه يدافع. احنا شفنا الاسلوب بتاع هاسي ده في اكثر من مباراه قبل كده. امام الباطن في جده سجل هدف وتراجع دفاعا، امام الحزم اللي هو متذيل الترتيب واقل فريق فنيا في الدوري سجل هدف وتراجع يحافظ برضه على هدف. بعد المباراه هو نفسه كان بيصرح، كان بيقول انا تراجعت عشان احافظ على النتيجه.